هاخد حضراتكم شويه ونروح مع الكره العالميه وتحديدا منتخب المانيا. هيكون معانا كارل هاينز فويستر نجم طبعا منتخب المانيا وشتوتغارت ونادي مارسيليا الفرنسي السابق، هيكون معانا في السادسه. بدايه طبعا بشكرك على وجودك معانا وعلى المشاركه معانا في السادسه على شاشه الاهلي، وخليني في البدايه اتكلم معاك على مشاركه منتخب المانيا الاخيره في نهايات أمم أوروبا. إزاي قيمت المشوار وإزاي بتشوف الخطوة الأخيرة ليواكيم لوف مع منتخب الماكينات الألمانية؟ تحياتي، أهلا وسهلا بكم. بالفعل كانت خيبة أمل كبيرة لنا في ألمانيا وبالنسبة للمنتخب الألماني، هذا الخروج الغير مقبول لنا الغير مرضي في نهايات أمم أوروبا 2020. بالنسبة لمنتخب ألمانيا في الأعوام السابقة كان يلعب بشكل ممتاز ويحقق نتائج رائعة مع لوف. أيضا لابد علينا من الاعتراف أن يوخيم لوف حقق إنجازات ونجاحات كبيرة للكرة الألمانية وللمنتخب الألماني، بطل العالم وبطل أوروبا، في حقق إنجازات كبيرة لابد من الاعتراف بذلك وعدم نكران ذلك. ولكن الإخفاقات تأتي مؤخرا في الأعوام الأخيرة، على سبيل المثال منذ عام 2018 بدأت الإخفاقات أيضا بكأس العالم وأوروبا وهكذا، فللأسف كان ذلك الوضع مع لوف. هل تعتقد أنه هانس فليك هيواجه صعوبة في إعادة أو في تصحيح مسار المنتخب الألماني مرة تانية بعد الخروج المخيب للأمال بالنسبة طبعا للكرة الألمانية من يورو 2020؟ يا بكل تأكيد أنا أعتقد أن هانز فليك سوف يستطيع وضع المنتخب الألماني على المسار الصحيح. كما ذكرت نحن نثق فيه، هو مدرب كبير يفهم كيف يفكر اللاعبين، على العكس من لوف. هو بالنسبة لهانز فليك هو على احتكاك كبير مع هؤلاء اللاعبين منذ فترة، ومعظمهم من بايرن ميونخ حيث كان يدرب بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة. بكل تأكيد هو يعلم تماما كيف يلعب هؤلاء اللاعبين، ومعظمهم كما ذكرت لحضرتك، فيستطيع أن يخلق هذه التشكيلة والتوليفة ما بين عنصر الشباب وعنصر الخبرة. هانز فليك هو مدرب رائع قوي، نثق به وسوف يكمل إنجازات ويضع المنتخب الألماني مرة أخرى على طريق النجاحات بكل تأكيد. هل بترى أنه هانس فليك هيعتمد على نفس التشكيلة اللي لعب بيها أو نفس الأسماء اللي خاض بيها يواكيم لوف منتخب أوروبا، خصوصا أن احنا بنتكلم أن احنا يعني على بعد يمكن سنة تقريبا من المشاركة في بطولة كأس العالم، وبالتأكيد بالتأكيد هيكون مطالب منه أنه يكون واحد من المنتخبات اللي تنافس على تحقيق اللقب؟ بالفعل بالطبع أنا أعتقد أن سوف يحدث ذلك. سيقوم هانز فليك بإجراء بعض التغييرات في التشكيلة، فهو يعلم تماما من هم الأفضل العناصر وأين نقاط القوة والضعف لكي يستطيع أن يخلق هذه التشكيلة لتحقيق الألقاب القادمة وخاصة لقب كأس العالم القادم بكل تأكيد. أعتقد أنه لابد عليه من التأني في الاختيار ودراسة اللاعبين في الفترة القادمة والنظر مرة أخرى في البوندسليغا وما سيحققوه. بمناسبة الكلام عن بوندسليغا خليني أسألك، طبعا بايرن ميونخ واحد من أقوى الأندية مش بس على مستوى قارة أوروبا لكن على مستوى العالم، لكن يمكن المعضلة مرتبطة بفكرة ضعف المنافسة في الدوري الألماني، يعني على عكس من دوريات أوروبا اللي بنشوف منافسة في الدوري الأسباني، منافسة قوية طبعا جدا في الدوري الإنجليزي، حتى منافسة في الدوري الفرنسي والدوري الإيطالي، لكن المنافسة تقريبا شبه غايبة في البوندسليغا، وسيطرة شبه كاملة وشبه تامة وغياب المنافسة من الأندية الألمانية اللي طبعا بطل وزعيم الكرة الألمانية بايرن ميونخ. Ja, es ist zwar für Bayern München
صحيح، هو بالتأكيد بايرن ميونخ هو يحتل الصدارة والسيادة في البوندسليغا في تحقيق الألقاب والدوري الألماني والكأس وغيره، ويسعى دائما إلى تحقيق الشامبيونز ليج. لديهم لاعبين عظماء قوياء كواليتي وجودة رائعة مقارنة بالفرق الأخرى. بالفعل بروسيا دورتموند هو فريق مونشنجلادباخ على سبيل المثال أيضا فرق قوية تمتلك لاعبين وعناصر جيدة، ولكن بايرن ميونخ استطاع بالفعل في الأعوام الأخيرة خلق وتكوين فريق كامل متكامل من وجهة نظري، يمتلك قوة وقدرة يستطيع بهم تحقيق إنجازات ونجاحات وألقاب كثيرة. أعتقد أن هناك بالفعل الفانس أو الجمهور ينتظر أيضا المزيد، وهذا ضغط كبير. لا سؤالي تحديدا كان مش على قوة البايرن، ده شيء مؤكد وشيء معروف، لكن أنا بتكلم أكتر على فكرة غياب المنافسة. إحنا بنشوف يعني في سنة من السنين فريق زي باير ليفركوزن كان بينافس على بطولات أوروبا، فريق زي بروسيا دورتموند كان بينافس على بطولات أوروبا. الفرقة دي فقدت القدرة على منافسة بايرن ميونخ، وبالتالي نوعا ما أضعفت مسابقة البوندسليغا. أنا أعتقد أوكي، بكل تأكيد أنا من وجهة نظري أن البايرن ميونخ يمتلك العنصر المادي الأقوى من ناحية الاقتصاد أو الأموال، فهم الأقوى من وجهة نظري، أقوى من بروسيا دورتموند ومن الفرق الأخرى، فبالتالي يستطيع أن يحضر فرق ويعد لاعبين جيدين ويشتري لاعبين أكثر بأموال أكبر، ويستطيع أن يصرف مبالغ كبيرة أيضا لإعداد الفريق من أجل تحقيق الألقاب. فهذه هو العنصر الأساسي من وجهة نظري الذي يختلف أو يفوق به أو يتفوق به البايرن ميونخ على الفرق الأخرى الألمانية من وجهة نظري. هذه ايضا قد تعد مشكله كبيره بالنسبه لبروسيا دورتموند، مع ان بروسيا دورتموند لديها ايضا لاعبين جيدين وعلى قدر الاستطاعه ان ينافسوا كما ذكرت حضرتك على الشامبيونز ليج او غيره. طيب لو كلمتك على مستوى المدربين الالمان، او طلبت منك انك انت ترتب لي افضل ثلاث مدربين المان من وجهه نظرك في الفتره الحاليه. يا سؤال جميل. عندنا اثنين او ثلاثه من اهم وافضل المدربين. يورجن كلوب من ليفربول هو الافضل توب بالنسبه لي. توماس توخل ايضا تشيلسي وفاز بالشامبيونز ليج الاخير، بالنسبه لهم الافضل، هم التوب. ثم ياتي هانزي فليك بكل تاكيد. ما كانش مطروح انه يورجن كلوب او انه توماس توخيل يتولوا مسؤوليه تدريب المنتخب الالماني قبل ما يتم الاعلان عن الاتفاق مع هانز فليك، وهل ده كان سيناريو افضل من وجهه نظرك؟ كما ذكرت ان مدرب البايرن ميونخ هانز فليك هو الاصلح من وجهة نظري لقيادة المنتخب الألماني، لعلمه الكبير ومعرفته باللاعبين والبوندسليغا وخفاياها. أما كلوب أو توخيل بالكل تأكيد لديهم إنجازات ونجاحات كبيرة سواء مع ليفربول أو تشيلسي، ولكن هانز فليك هو الأفضل لقربه من اللاعبين، وكما ذكرت أن معظم اللاعبين ومعظم التشكيلة من البايرن ميونخ، فبكل تأكيد هو الأقرب والأفضل على مستوى دي نكسف على مستوى اللاعبين. الحقيقه يمكن اشتهرت الكره الالمانيه دايما بوجود مهاجمين من طراز رفيع، انا بتكلم على مستوى المنتخبات الالمانيه، لكن في الفتره الاخيره غاب المهاجم القناص المهاجم الهداف عن المنتخب الالماني بشكل كبير. ويمكن حتى دليلا على كلامي يمكن انه ابرز اثنين مهاجمين في الدوري الالماني هم هولاند النرويجي وطبعا ليفاندوفسكي البولندي. تفسيرك لده ايه؟ وازاي شايف انه ممكن هانز فليك يتخطى المشكله دي او العقبه دي من وجهه نظرك؟
بالفعل هي دي مشكلة كبيرة في ألمانيا. بالفعل بكل تأكيد أوافقك الرأي أن في ألمانيا في الوقت كما ذكرت حضرتك ليفاندوفسكي أو هالاند ليسوا ألمان وهم الأقوى، هم أفضل مهاجمين في العالم في الوقت الحالي وهم التوب من وجهة نظري كما ذكرت. بكل تأكيد هي في هذا الوقت الحالي هي مشكلة وتحدي كبير بالنسبة لنا في ألمانيا. هانزي فليك عليه دور كبير في خلق وإيجاد على سبيل المثال ساني، تيمو فيرنر، جنابري، لدينا لاعبين مهاجمين جيدين مثل هذه الأسماء، ولابد أن هانزي فليك أن يعيد الثقة فيهم لوضعهم مرة أخرى في المسار الصحيح. طيب خليني أروح للسؤال الأخير الحقيقة بالنسبة للاعبين المصريين مع الكرة الألمانية، والسنوات طويلة ظل الدوري الألماني وجهة رئيسية وأساسية لكثير من الأسماء اللاعبين المصريين الدوليين، هاني رمزي، محمد عمارة، ياسر رضوان، محمد زيدان، سمير كمونة وغيرهم. في الفترة الأخيرة توهج عدد من الأسماء في الدوري الإنجليزي، ليه انقطعت المرحلة دي أو ليه مفيش أندية ألمانية بتسعى للتعاقد مع لاعبين مصريين؟ سؤال صعب. هذا أنا لعبت بشتوتغارت فترة كبيرة في ألمانيا وأعلم ذلك الأسماء كما ذكرت حضرتك، لاعبين مصريين كثيرين وينقصوا ويغيبوا عني أيضا أسماء كثيرة من اللاعبين المصريين، ولكن أعلمهم جيدا أنهم لاعبين ممتازين وعلى كواليتي رائع أيضا. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا كارل هاينز فورستر، طبعا نجم المنتخب الالماني وشتوتغارت ومارسيليا، شتوتغارت الالماني وفرنسا ومارسيليا الفرنسي، بشكرك طبعا. فاصل وهنرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه.